نعود وطنيا، مدينة الدار البيضاء أكثر من نقطة خارج المفهوم البيئية. نسبة التلوث في الشريط البحري بين بناء الدار البيضاء وشاطئ عين سبعة نموذج فقط. ولإزالة المقذوفات المياه العادمة من هذا الشريط الساحلي مشروع كبير. الروبورتاج لعبد الفتاح مومن والتحرير لحسن الحماتي. نتواجد بإحدى القنوات بالساحل الشرقي للدار البيضاء، مشروع انطلقت به الأشغال في السنة الماضية في انتظار الانتهاء منها في أفق 2014. والغاية من إقامة هذه القناة التخفيف من كمية التلوث الهائلة التي تعرفها هذه المنطقة الصناعية. مشروع تشغيل نظام محاربة التلوث ممول من قبل عدة جهات ويرتكز على عدة خصائص. المشروع الهدف الاساسي منه هو ازاله جميع النقط ديال التدفقات ديال المياه العادمه والمياه الصناعيه اللي كتدفق حاليا في هذه الشواطئ واللي كتشكل واحد الخطر كبير على الساكنه وكذلك على المصطافين. المشروع فيه عده منشات منها 24 كيلومتر ديال القنوات ديال الحصر واللي القطر ديال القنوات كيوصل حتى ل 2.5 متر. هناك كذلك ثلاثه ديال المحطات ديال الضخ ديال المياه العادمة، وهناك محطة للمعالجة القبلية. لحفر النفق المتعلق بشطر الميناء يتم لأول مرة استعمال آلات أوتوماتيكية دقيقة تمكن من حفر الأنفاق دون الحاجة إلى فتح الخنادق مع احترام تام للبيئة، كما توفر مزيدا من السلامة للسكان المجاورين ومستعملي الطريق. ورش مفتوح يواكب المشاريع الكبرى التي تعرفها العاصمة الاقتصادية. خصائص متعددة أخرى، فهي لا تشكل أي خطر على المباني المجاورة، وهي مساهمة وتحافظ على البيئة. من جهة أخرى فهي لها خصائص دقة تمركز أو تموقع بحيث لا تتعدى 30 مليمتر بالنسبة للتفاوت، أنها بإمكانها إنجاز يعني مدارات مستقيمة أو منحنية. الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 170 مليار سنتيم، حيث ينقسم نظام محاربة التلوث إلى ثلاثة أشطر جغرافية تضم 10 محطات للأشغال.